السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، رسميا وبعد طول الانتظار، الاتحاد الإفريقي وأخيرا يعلن عن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا سنة 2019، فلنتعرف عليها. حيث أعلن الدولي الإفريقي رسميا عن موعد إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا سنة 2019، حيث قال الكاف في بيان رسمي بأن القرعة ستكون يوم 12 أبريل المقبل. وكان أعزائي المشاهدين، المنتخب الجزائري قد ضمن التأهل رسميا للنهائيات الإفريقية، ويذكر بأن البطولة ستكون في مصر بداية من 21 جوان المقبل. طبعا نتمنى من جمال بلماضي المزيد من العطاء والتألق، ونتمنى أيضا أن يجلب لاعبين كبار لكي نذهب بعيدا إن شاء الله بهذا المنتخب في كان 2019، وإن شاء الله نحقق النجمة المنتظرة منذ زمن بعيد. وطبعا أقدم تحية كبيرة للناخب الوطني جمال بلماضي، لأنه بنى أعزائي المشاهدين منتخبا يعني حجرة طبعا، وهذا كان بعد تدميره من قبل الناخبين الفنيين القدامى. وطبعا أعزائي المشاهدين، نتمنى للمنتخب الجزائري التألق في كان 2019 على غرار بعض الدول التي سنواجهها في كان 2019. وطبعا منذ قدوم جمال بلماضي إلى رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، طبعا بعث لنا الأمل وجعل نحلم بعيدا بالمنتخب الجزائري. طبعا أقدم له تحية كبيرة من أعماق قلبي ومن أعماق قلبي الجزائريين، وطبعا من أعماق قلبكم أنتم المشاهدين أعزائي المشاهدين، لأنه منذ قدومه كما قلت لكم ونحن فرحين بالمنتخب الذي أسسه من جديد كما قلت لكم، وبالتكتيكات التي يعملها. وطبعا جمال بلماضي يعني كما نقول نحن في القمة. جمال بلماضي، أقدم لك تحية ونتمنى لك التألق في المستقبل، ونتمنى لك أن تحصل على جوائز خرافية، ونتمنى أيضا أن نتوج بكأس أمم إفريقيا. وطبعا أعزائي المشاهدين، هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم.